نعم تعيد مرة أخرى بالله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم بدأ الله سبحانه وتعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، وقلنا العبادة لا يمكن أن تأتي إلا بترك الشرك. واعبدوا الله أي وحدوا الله، إذن أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته. ولا تشركوا، إذن نهى عن الشرك. ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة تعم كل ما يشرك به من دون الله، نبي أو ولي أو جني أو ملك أو صالح أو شرك أكبر أو شرك أصغر. إذن أمر الله بعبادته ونهى عن الشرك، والعبادة لا يمكن أن تأتي إلا بترك الشرك. ما هو الشرك؟ ها أخوانا، ممكن يلقاك إنسان وأنت تمشي في الطريق ويسألك يقول أنت الأخ موحد؟ إيش تقول؟ أي نعم. لو واحد قابلك في الطريق الآن أنت خارج من الدرس مثلا وقال موحد، إيش تقول؟ تقول نعم موحد، تقول نعم موحد، صح ولا؟ أي نعم، وعندي بطاقة أصلا مكتوب عندي في البطاقة مسلم. طيب يقول لك بالله بين لي ما هو التوحيد الذي تدعيه أنت؟ إيش التوحيد؟ صحيح ولا؟ يقول أنت الآن تدعي أنك موحد مسلم، ميم سين لام ميم، تمام. يقول بالله بين لي ما هو التوحيد. إيش تقول؟ تقول لا أدري. يقول شهادتك هذه شهادة زور، صح ولا؟ صح أو لا؟ أي نعم. كيف تدعي شيئا لا تدري عنه؟ هذا يقول مثلا أنا أحفظ كتاب الله. يقول طيب اجلس بسم الله، السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، يسأل. إذا أجاب معناه أن يحفظ القرآن. إذا قال اتركني أذهب أراجع وأرجع، قال أنت لست بحافظ للقرآن، صحيح أو لا؟ فكيف تقول أنك موحد وأنت لا تدري ما هو التوحيد؟ ممكن يسألك إنسان وأنت تمشي قال مشرك؟ إيش تقول؟ تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. يقول ما هو الشرك الذي حرم الله عليك أعظم من تحريم الزنا والربا والفواحش وكذا؟ ما هو الشرك؟ إذا قلت لا أدري قد يقول لك لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري عنه، صح أو لا؟ فكيف لا نعرف التوحيد الذي هو أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يدخل الجنة والله إلا موحد، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد؟ وكيف لا نعرف الشرك؟ كيف لا نعرف الشرك؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. كيف لا تعرف الشرك؟ يعني أنت الآن هذا الأخ يريد يستخرج رخصة قيادة، قيادة سيارة، فهنا في المرور مثلاً أو في رخص القيادة يقول لابد تتعلم الأشياء اللي لابد تأتي بها، والأشياء التي لا تأتي بها المخالفات حتى نعطيك الرخصة، صح؟ صحيح أو لا؟ طيب الآن أنت موحد مسلم، والله إخواننا بعض الناس لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا أنه ميم سين لام ميم، لا يعرف شيئا عن الإسلام أبدا إلا الاسم مسلم، لا يدري ما هو الإسلام. تسأل ما هو الإسلام، ما هي أركان الإسلام؟ أقل شيء لا تسأل عن أركان الإيمان، تسأل أركان الإسلام، تسأل ما هو التوحيد، لا يدري ما هو التوحيد، ما أنواع التوحيد، أنواع الشرك. الشرك إما أن نقسم الشرك إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، لا إشكال، قسم قسمين أو ثلاثة أقسام على ما تحب. إذا قسمنا إلى قسمين أكبر وأصغر،
وهناك من يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. الخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وقال الاختصار أفضل، نجعل الشرك كم قسم؟ إلى قسمين. طيب يا أخواننا، العلماء رحمهم الله سهلوا لك الطريق، ذللوا لك الطريق، طريق طلب العلم. ما بقي عليك إلا أن تسلك، والله ما بقي عليك إلا أن تسلك هذا الطريق. لكن المشكلة أننا يعني لا نقتنع بالطريق الذي وضعوا لنا العلماء الربانيين أقصد. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ذللوا لك العلم، قربوا لك العلم، ما بقي عليك إلا تسلك. الشرك ينقسم قال إلى قسمين: أكبر وأصغر. وإن شئت تقول المحرمات على أربع درجات: صغائر وأعلى من الصغائر كبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. هذه درجات المحرمات، أربع درجات: صغائر وأعلى منها كبائر، وأعلى منها الشرك الأصغر، وأعلى شيء هو الشرك الأكبر. نذكر الآن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إخوانا لا أشوف واحد يكتب أو يطالع الكتاب، بالله خليكم معي شيخ، مكتوب والله مكتوب، ويعطوك كتاب، إذا ما في ترجع إلى البي دي إف على الموقع تجد الكتاب. ما عندي علم أنا يا إخوانا، أنا أتذاكر معكم فقط، والله لست بأفضلكم. طيب الشرك أكبر وأصغر، ما هو العلم؟ قال: العلم جمع تفريق وسبر وتقسيم. العلم جمع وتفريق وسبر وتقسيم. ايش هذا الكلام؟ الغاز؟ لا، قال ليس بالغاز. العلم جمع وتفريق، يعني تقول عندنا في الصلاة مثلا في شروط الصلاة وفي أركان الصلاة، ما الفرق؟ لابد طالب العلم يعرف ما الفرق بين الشروط والأركان. يقول: الفرق بين الشروط والأركان، الشرط قبل العبادة والركن داخل العبادة، تمام. طيب قال: هل بينهم شيء يجتمعان فيه؟ قال: نعم، لا يقبل في ترك الشرط ولا الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. هذا إيش؟ هذا جمع وإيش؟ والتفريق. جمعنا أن كلاهما لا يقبل فيهما لا جهل ولا نسيان ولا عمد، وفرقنا أنه هذا خارج العبادة وهذا داخل العبادة. هذا جمع وتفريق، سبر وتقسيم. العلماء رحمهم الله نظروا في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وجدوا أن النصوص هذه الكتاب والسنة أن التوحيد ثلاثة أقسام. فعندما قرأوا سبروا جمعوا الأدلة ونظروا فيها وجدوا أن أقسام التوحيد ثلاثة أقسام، هذا جمع وإيش؟ والتقسيم، صح؟ تمام. الشرك قسمين: أكبر وأصغر. الأكبر نسأل العافية السلامة مخرج من الملة، الأصغر غير مخرج من الملة. الأكبر إذا مات عليه نسأل العافية السلامة مخلد خلود أبدي في النار لا يغفر. الشرك الأصغر لا يخلد خلود أبدي في النار، لكن لابد نسأل العافية السلامة أن يعذب بقدر شركه، ثم بعد هذا يدخل الجنة، ليس كالكبائر، الكبائر تحت المشيئة، تمام. الأكبر مخلد خلود أبدي في النار، أصغر غير مخلد خلود أبدي في النار. كل من اعتقد أن له تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع دفع المضار هذا أكبر. كل من اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه فهذا أصغر. كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر.
كل ما أطلق الشرع عليه أن الشرك وكفر ولم يعرف بألف، الأصل أنه أصر. على أي اعتبار لابد أن نحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقلنا شيئا نكرة يعم كل شيء، نبي أو جني أو صالح أو ملك أو شرك أكبر أو شرك أصغر. نعم. قال تعالى الآن انتقلنا، إذن نراجع الآن يعني ما أخذنا ثم نبدأ بما بدأنا فيه. من يقول لي ماذا أخذنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والبقية يلا يا شيخ، وانت واقف بس وانت قائم. اي نعم، ماذا أخذنا؟ الآية الأولى ما شاء الله. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، ماذا فيها؟ الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى شرعا، صح؟ قضاء شرعي، تمام. طيب وغيره في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، تمام. وغيره إلى غيره. أجلس. ها أنت وأنت قائم بس جالس ما نقبل. يلا ماذا أخذنا؟ الشياطين ينقسم كل من تمرد عن طاعة الله، وقد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، صح؟ تمام. أخطر، أخطر من شياطين الجن. نعم، أقول لا شك أنهم أخطر، صحيح. شياطين الإنس، لأن شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب، شيطان الإنس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول ماذا بك؟ خذ سجارة. صحيح والله. تمام، أجلس. غيره. نعم يا أخي. الآية الثانية وقضى، الآية الثالثة وقضى ربك. طيب ما في مشكلة، أنا معك. أي نعم. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. نعم، قلنا لا نخرج عن التعريفات التي ذكرها العلماء. من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت، نعم، قال ما تجاوز. إذن تجاوز الحد، هذه أحجار وأشجار كيف تعبدها من دون الله؟ تجاوز فيها من معبود أو متبوع. علماء سوء، لا، ما يمكن أن يطيع العلماء في معصية الله، ولهذا البعض يعبد بعض العلماء، ولهذا قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا غوثا ولا يعوق ونسرا، قال أسماء رجال صالحين. تمام. الثالث مطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، والطاعة في المعروف. تمام. هذه الآية أكدت بكم مؤكد؟ ثلاثة مؤكدات. تقول جاء زيد وهذا ما يقتنع، فتقول قد جاء زيد، هذا أول مؤكد، صح؟ قد، ثم ما يقتنع تقول قد جاء زيد، أكدت بإيش؟ باللام مع قد. ما يقتنع تقول ولقد جاء زيد. ثلاث مؤكدات، القد واللام والقسم. تمام. الأمة هنا معناها الطائفة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل طائفة رسولا. وقد تأتي الأمة يراد بها الإمام، كما في قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به عليه السلام. تمام. وتأتي الأمة يراد بها الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين. والثالث والذكر بعد أمة، يعني بعد زمن وبعد فترة. بارك الله فيك. إيش بقي في الآية؟ لا لا، يحضرك أكثر إن شاء الله.
خذ منهج. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هذا البعث؟ إذن دين الأنبياء واحد عليهم السلام، فلا يأتي إنسان يقول يهودية نصرانية، ما يوجد. إن الدين عند الله الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا، لم يأتي موسى عليه الصلاة والسلام باليهودية، لم يأتي عيسى عليه السلام بالنصرانية، إنما جاء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دين الأنبياء واحد، مفهوم يا أخي؟ هذه فائدة، هذه فائدة منك لي، جزاك الله خير. نعم، الآية الثالثة. يا أخي أنت بعيد هناك، يلا قوم. كيف يصل الصوت؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، قضاء، القضاء والحكم والإرادة، المشيئة على قول، لكن ما قالوا ما يوجد في القرآن مشيئة شرعية، المشيئة دائما كونية في القرآن، مفهوم؟ تمام. إذا نريد القضاء والحكم والإرادة ونمشي على هذا. القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع من الخلق وقد لا يقع. والكوني يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه دائما يقع. كيف لا يحبه الله سبحانه وتعالى يقع ويقع؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما لك علاقة. تمام. الثاني نقول قدر الله سبحانه وتعالى وقوع هذه الأشياء لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا لابد أن تتعامل مع هذه الأشياء كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، صح؟ أي نعم، دعوة الكفار، صح، والإنكار الشرك والبدع والمعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضي الشريعة. تمام. قد يكون محبوب لذاته ومحبوب لغيره. وضربوا عليه مثال، العلماء يضربوا مثال. الآن طيب الدواء، يقول الدواء هذا شراب في فدول اللي يعطوه الأطفال، طعم مر ورائحة كريهة، لكن هو يشرب لما يترتب عليه من علاج. قطع الآن، يعني لو تأخذ سكينة ومشرط وتقطع به ولدك يمكن؟ لا. لكن أنت تعطي الطبيب الآن الولد، يقول اقطع، تقول اقطع، صح؟ أكوي، يقول أكوي، صح أو لا؟ أي نعم، مع أنه طبيب قد يصيب وقد يخطئ، لكن الله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى، قدر الله وقوع هذه الأشياء لحكمة أراد الله، كما أخذنا مثلا في قصة آدم عليه السلام. قدر الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام أن يخرج من الجنة ليعود إليها، أن يخرج من الجنة حتى يخرج من ذرية آدم عليه السلام أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ أي نعم. والعبودية قلنا عبودية عامة وعبودية خاصة، وعبودية خاصة الخاصة هذه خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بارك الله فيك، لو تقرب شوي علينا أحسن. نعم، ها أخواننا غيره، كم آية أخذنا؟ ها؟ أوقف أوقف أنت، كم آية؟ أربعة. يقول الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية الرابعة. بالله أخواننا ما أحد يتكلم، لسنا في سوق الخضار، لا أحد يتكلم، لا أحد يلعب في الجوال، لا أحد يترك الكتاب الدفتر. رجاء اجعلوا هذا المجلس مجلس علم. أنتم في مسجد يعني ارتادوا كثير من العامة، ينظروا إليكم طلاب علم، طلاب علم المسجد النبوي، طلاب علم الجامعة الإسلامية، ينظر إليكم الآن، شوف الحضور ينظر ويقول هؤلاء طلاب علم. كيف طالب علم يفتح الجوال في الدرس؟ كيف طالب علم يتكئ؟ كيف طالب علم إيش يلعب؟ كيف طالب علم يتكلم مع زميله؟ جبريل عليه السلام، جبريل
جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتعلم المتأدب، جاء طالبا للعلم سائلا النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية الحديث ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عنه أنه معلم. لماذا معلم؟ لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر طلب العلم فكان معلم. أنت الآن هنا معلم، متى؟ إذا تأدبت بآداب طالب العلم، لكن إذا تركت الأدب تحمل اللي يأتيك سواء مني أو من العامة أو من الإدارة المسجد. يا أخواننا والله كل واحد منا داعي إلى الله شام أبا. نعم يا شيخ، ندخل في الموضوع. الآية الرابعة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، بل هذا أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واتباع من بعدهم. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا موحد. ولكن عبادة الله لا يمكن أن تأتي إلا بالنهي عن الشرك، ترك الشرك، صح أو لا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هنا قلنا نكرة عم كل ما يشرك به من دون الله، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك، أو شرك أكبر أو شرك أصغر. تم ذكرنا أربع آيات فقط. أنت تقول أول أربع آيات، تمام أجلس. أريد أعرف ما الرابط بين هذه الآيات الأربع؟ في شيء يجمع؟ نعم يلا بسم الله يجمع. أي نعم، وانت واقف بين هذه الآيات إذا تستطيع القيام لابد تقوم، مفهوم يا أخي؟ نعم يلا. فيها ارفع صوتك وجوب التوحيد، تمام، والنهي عن الشرك، تمام. إذا خلق الله الخلق لعبادته وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا بالعبادة هي التوحيد والنهي عن الشرك، وبهذا قامت السماوات والأرض، تمام، ما شاء الله، تمام. حقيقة التوحيد، لو قال لك قائل ما حقيقة التوحيد؟ ها يلا يا شيخ. الجمع بين النفي والإثبات، والدليل عليه لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تمام. يلا بسم الله. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات الشرك بالله سبحانه وتعالى، وتقدم معنا أن الشرك أكبر وأصغر، وفرقنا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فلا يمكن أن تكون العبادة عبادة إلا بترك الشرك، ولأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك. إذا لابد أن تتنبه عندما تصلي مثلا. أنت عندما تصلي الآن تحرص أنه ما يخرج منك ريح، صح؟ صحيح، حتى لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأن هذا ناقض من نواقض الوضوء، إذا جاء أثناء الصلاة بطلت الصلاة. ما بالك بالشرك محبط لكل الأعمال، هذا إذا كان أكبر، ومحبط للعمل الخاص إذا كان أصغر. إذا لابد أن تحذر من الشرك الأكبر والأصغر. وتقدم معنا أن مراتب المحرمات أربعة: صغائر، وأعلى منها كبائر، وأعلى منها الشرك الأصغر، وأعلى منها الشرك الأكبر. نعم، إذا بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآيات
بالنهي عن الشرك. نعم.